السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوثق هذه اللحظات الطبيعية. نتحدث اليوم 21 رمضان 1443 هجري، وهذه لحظات شروق شمس اليوم، اليوم الجمعة 21 رمضان. وسط هذه الطبيعة البكر نتذكر هذه الأيام، أيام ما كنت أعمل في المدرسة الثانوية الزراعية بالمنصورة عام 1995 وما بعده، لأن مساحة المدرسة تصل لحوالي 40 فدان، فكان يدخلها بعض المشردين. المدرسة مساحتها واسعة ولها مزرعة، فكان بعض الأشقياء يدخلون المدرسة. بالطبع كان يتسبب في إحراج المدرس أمام تلاميذه، ولم أرضى بهذا الوضع، وعلى الفور قمت بكتابة هذا الطلب وتقدمت به لمدير أمن الدقهلية، وعلى الفور جاءت ما يسمى يعني عربة شرطة بالملابس المدنية كما يقال. حدث هذا معي، فبالطبع دخلت وبدأت أدرس للطلبة والأشقياء هؤلاء، لأن المدرسة فيها بنات أو المدرسة مشتركة، الأشقياء يدخلون في أمل أن ينالوا من البنات اللي في المدرسة. فطبعا أنا أعلم أن رجال الشرطة معي اللي هم متخفين في ملابس مدنية، فقلت لأحد الأشقياء لو سمحت اتفضل بره، فهو متعود محدش يقول له كده، فانفعل عليا، فقمت رافع ايدي ومديله بالقلم. فانا كمدرس وصلت لي الجراءة ان يرفع ايده وعايز يرد القلم، فقام بتوع الشرطة تلقفوه. ومن هنا حدث ان قوة الشرطة قضت على كل الأغبياء وكل الأشقياء الذين كانوا يدنسون المدرسة الثانوية الزراعية بالمنصورة. أقول هذا بمناسبة أن المدرسة الثانوية الزراعية طبعا هي في الجلاء بالمنصورة، جنبها بعض المناطق العشوائية زي عزبة يطلق عليها عزبة الشحاتين أو كما يقال، وبعض المناطق العشوائية، فكان الأهالي ممكن بيتدخلوا في أمور المدرسة. وعلى العموم الحقيقة القيادة السياسية ونحن في 2022 يقوم بإزالة معظم هذه العشوائيات والارتقاء بهذه المناطق الآن بالمنصورة بالجلاء.